السلام عليكم متابعينا الكرام في هذا البث المباشر من منطقة مولاي إبراهيم. هذه المنطقة اللي بالأمس نسمعوا نداءات الاستغاثة ديال بعض الساكنة. اليوم وخلينا تجولنا بالمنطقة وأيضا حتى الطريق الرابطة بين مدينة تحنوت وجامعة أسنحة حيث هي تواجد منطقة مولاي إبراهيم. لا يسعنا القول سوى شيء واحد، الحمد لله على ما قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. كاين خسائر مادية في حين ان الخسائر البشرية للأسف مازال ما كاينش معطيات رسمية دقيقة 100%، ولكن ما سيلاحظه الجميع وما سيلاحظه المتتبعين هو انه المباني منها من تعرضت لانهيار تام، منها من تعرضت لانهيار جزئي، منها من تعرضت لشقوق وتصدعات. كيف كنشوفوا دائما في هذا البث المباشر في الطريق حتى الطريق رابطة ما بين مركز جامعة أسني ومولاي إبراهيم، فهي طريق تشهد سقوط الأحجار من جبال المتلة على الطريق، جبال الأطلس بإقليم الحوز. حسب ما توصلنا بعد قليل فهناك حافلات تقل القوات المسلحة الملكية المغربية توجهت لمنطقة إيشوكاك من أجل المساعدة على إجلاء الناجين. كيف كتتابعوا؟ كاين واحد شويه الهلع عند المواطنين، خاصه الناس بعد الدرجات في سلام ريختر مده هذه للاسف 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 منطقه الحوز جامعه ايغيل وجامعه ايشوكاك وجامعه ثلاث نعقوب بالاضافه الى بعض الاحياء في المدينه العتيقه مراكش تشهد انهيارات. كيف كتسمعوا الصوت ديال دوي سيارات الاسعاف وايضا الدرك الملكي اللي مشكورين على التدخل، بالاضافه الى المديريه الاقليميه وزاره التجهيز والنقل بمنطقه الحوز، وايضا لا ننسى ان ننوه بمجهودات التي يقومون بها موظفو وتقني جامعه اسني وجامعه تحنوت، حيث يساهمون منذ ليله الامس في فتح الطريق المحوري الرابط بين اسني مولاي ابراهيم وتحنوت. الى ننهي هذا البث في انتظار بث من داخل منطقه مولاي ابراهيم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.